يسرنا أن نرحب بسعادة المهندس يوسف الجار الله. مهندس يوسف صبحك الله بالخير. صبحكم الله بالنور وشاكر لكم اهتمامكم بطرح الموضوع مع أنه في بداية طرحه الآن، ولكن أشكركم لتجاوبكم. ما هو إحياء الأحياء ولماذا هذا المسمى؟ الحي زي ما ذكرت أنت من شوي هي المكان التجمع الإنساني للحياة في أي مدينة من المدن، إحياءها بأنه نكون استكملنا كل عناصر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والأمان والسلامة والأمن في داخل الحي، وهذه الظروف يتم معالجتها من خلال أعمال تخطيطية وعمرانية ومعمارية، وهذه تقريبا هي المنح الرئيسي اللي سويته في المبادرة. عندما أطلق برنامج 2030 وأنسنة المدن حثني إلى أن أجتهد بأنه أخرج الأفكار إلى الناس، وبديت أطرحها وشاكر لجريدة الرياض بتبني طرح هذا المشروع. فالآن بقى منه تقريبا 60% ليكتمل الرؤية، ومن ثم نعمل إن شاء الله سويا على إنجاح هذا الفكرة. مهندس يوسف، ما هي الجهات الحكومية التي تبنت هذا المشروع والتي أعلنت استعدادها لدعم المشروع إن وجد؟ أتمنى بأنه وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبداية انطلاقتها من مدينة الرياض تطبيقها بأن تتبناها الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض، لأنه هذا مشروع يمس الكبير والصغير في هذا البلد المعطاء والكريم. مهندس يوسف، بودي أن المشاهد الكريم يأخذ فكرة عن أهم النقاط التي يرتئي المهندس يوسف إيجادها أو وضعها في هذه المبادرة للسكان. ماذا تريد مهندس يوسف من السكان من خلال هذه المبادرة؟ السكان طبعا هم المستفيد النهائي، وهو اللي يجني ثمرة هذه المبادرة، بحيث أنه يساهم يعني في بعض الأفكار في وضع بعض النظم والإجراءات، إن شاء الله ارتأتها الجهات اللي هتحمل المبادرة بأنه نتعاون مع بعض، وهي أشياء بسيطة جدا غير مكلفة وغير مؤثرة، ولكن حتعطي الأثر المباشر لكل من يستفيد من هذه المبادرة. المستفيد من هذه المبادرة سيتمتع ببيئة جدا رائعة لأطفاله، لنفسه، في التسوق، في الترفيه، في التجول داخل الحي بأمان، في التنقل هو بينه وبين جيرانه، إعادة الحياة الأساسية للحي، وهذه تقريبا هي المحاور الرئيسية لها. المجتمع عندما يتبنى هذه الفكرة، وهي ليست فكرة يوسف الجار الله أو فكرة الأمانة أو فكرة أي جهة حكومية، فكرة مجتمع وكلنا نعاني وكلنا نبغى نكون الأفضل، منها النواحي الاقتصادية كذلك في الترشيد، الاستهلاك، في حل أحد أهم المعضلات بأنه أحد الأفكار اللي فيها المبادرة لو زودت دور واحد إضافي استوعبت في مبناي أحد أبنائي وأطفاله، وبدل ما تصير هجرة من الأحياء وتموت الأحياء إلى الأحياء الجديدة، لأن نعيد الحياة لها. هذه أحد محاورها، أحد محاورها بأنه منطقة المسجد يتم تفعيل المناطق في محيطه، منها استفادة استثمارية لمحيط المسجد، ومنها بأنه ينطلق طفلي أو ابني أو حفيدي إلى أنه يروح لأي مكان بأمان، وليس أنه لازم بسيارة أو إلى آخره. أحدها بأنه الواحد لو احتاج أي نمط من الخدمات لازم يطلع بسيارة في محيط الحي في منطقة الشوارع الرئيسية، لا، هذه المفروض تكون داخل منطقة الحي. كذلك لكبار السن والمتقاعدين في الحي عندما يذهب للمسجد يجب أنه يجد مكان يستأنس فيه ويجتمعون مع بعض ممارسة الحياة الاجتماعية الحقيقية في داخل الحي. هذه تقريبا من أهم المحاور، وذو شجون كثيرة ما ودي بأنه يعني نكشف الأمار، إن شاء الله أنه جميلة جدا للكل. شكرا لكم مهندس يوسف، ونأمل أن يتكلل مشروع هذه المبادرة بالنجاح. الشكر لكم موصول بأنكم من يعني يبحث عن عرض مثل هذه المبادرات المجتمعية اللي تفيد الكل. أشكر لكم، شكرا جزيلا.